يعني خرق النظام المركزي في الخرطوم لعهودها ومواثيقها مع القوى الموجودة في الأطراف والهامش، سواء كان في الجنوب أو في دارفور أو في الشرق أو حتى في الشمالية وحتى الجزيرة وجنوب كردفان، وكل هذه المناطق الآن يعني ملتهبة أو محتقنة، إما ملتهبة وإما جزء منها محتقنة. وهذه قضية يعني نعم. يعني تستدعي الوساطة، بل حتى يعني الإشراف على المفاوضات والاتفاقيات الدولية. أنا أود أن أقول أن يعني التدخل الدولي في السودان ليس جديدا، وأود أن أذكر بأن في السودان اليوم 20,000 جندي أجنبي مرابطين في أراضي السودان لحماية اتفاقيات توصلت إليها الحكومة في الخرطوم مع جهات سواء في الجنوب أو في دارفور، والسبب في ذلك أن الحكومة في الخرطوم عودتنا أن لا تلتزم بأي اتفاقات. ما حدث مع جبهة الشرق، ما حدث مع التجمع الوطني الديمقراطي، مع حركة دارفور، ما يحدث مع حركات دارفور، ما يحدث أيضا مع الحركة الشعبية لتحرير السودان هو خير دليل. الوجود الدولي موجود، لكن أعتقد أننا يجب أن لا نبالغ في أن نطلب من المجتمع الدولي. المجتمع الدولي لديه مصالحه ولديه التزاماته ولديه حدوده، والدليل على ذلك أن موقف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي اليوم من الانتخابات لا يتماشى مع الواقع. هؤلاء يتحدثون عن هذه الانتخابات لا تلتزم بالمعايير الدولية، أي أنها غير نزيهة غير حرة وغير ديمقراطية، لكنهم يقولون أنهم سيعترفون بها. لماذا سيعترفون بها؟ لأن لديهم أجندتهم الخاصة. لذلك أعتقد أن للخروج من هذا المأزق لابد من لم شمل السودانيين، لم شمل السودانيين هو بعقد مؤتمر جامع لكل السودانيين. عقد المؤتمر الجامع ليس شعارا، باعتبار أن المحاولات الحلول الجزئية أثبتت اليوم أنها لا تؤدي إلى نتائج. حاولنا أن نحل القضية مع الحركة الشعبية في جنوب السودان، لم نصل إلى نتيجة. حاولنا أن نحل مع حركات دارفور منفردة، لم نصل إلى نتيجة. حاولت الحكومة أن تحل مع حركات الشرق، لم تصل إلى نتيجة. إذن لابد من إطار جامع تطرح فيه كل قضايا السودان، وفي مقدمة أعتقد أن قضية الوحدة هي القضية المركزية التي يجب أن نلتف حولها في الفترة القادمة، باعتبار أن تفتيت السودان، باعتبار أن انفصال جنوب السودان سيكون مدخل لتفتيت الوطن ككل. لن نتوقف عند حدود جنوب السودان. هل تؤمن في شيء بس دار الضيف؟ تفضل. نعم هاي. نعم غدا إذا كان مثلا الجنوبيون غرروا أنه يعني ينفصلوا من جزء من السودان، ف أطلب من كل السودانيين إنه ما يخط الجنوبين في المسؤولين في سال، لأن الجنوبين هم الشعب الذي عانت كثير في السودان وصبروا كثير. فإذا كان حصلت الانفصال اليوم إنه الجنوبين غرروا مصيرهم، فلهم حق كما يطالب الإخوة في دارفور وهكذا، لأنه الحكومات المتتالية في الشمال في الخرطوم أعتقد هم المسؤوليات في ما يحدث في السودان. مشاكل السودان ما بتتحل في الوقت الضايع حاليا، باقي 6 شهور. نعم. مشكلة السودان من المفترض أن تتحل منذ 50 سنة بعد الاستقلال. أستاذ سنتينو فردول، إن صوت أهل الجنوب لصالح الانفصال، ألا يحدث ذلك موجة انفصالات أخرى؟ وألا يزعجكم هذا كسودانيين وأنتم تتمسكون بشعارات الوحدة؟ نعم طبعا، الحركة الشعبية تتمسك بشعار الوحدة السودان، وهي سبب من الأسباب التي قامت الحركة الشعبية. وكما ذكرت في القتال الماضي، إن الحركة الشعبية من أوائل الحركات السودانية التي تنادى بالوحدة السودان. حركة جنوبية بدأت في الجنوب، ولكن شاركت فيها كل السوداني من شمالها وجنوبها وغربها وشرقها. الموقف الحركة الشعبية الوحدة السودان، ولكن في اتفاق السلام أغرد إنه مدة 6 سنوات الحكومة الوطنية تعمل فيما يستطاع إنه يجذب الجنوبين ليصعدوا للوحدة، ولكن مضت 5 سنوات ولا نرى شيء في الطاولة. فهل إذا كان الجنوبين صوت للانفصال فمن حقهم مثل ما يحدث في دارفور؟ ده من حق كل الشعب السوداني ينادي بما يريده. فهمت من كلامك أنك تحمل المؤتمر الوطني مسؤوليات كثيرة. دعنا نسأل الأستاذ صلاح الدين الدوما، ما الذي سيجعل يعني الحزب الحاكم، ما الذي سيجعله يغير من موقفه نحو مزيد من الليونة والانفتاح على شركاء السياسيين الآخرين، وربما حتى لتنظيم هذا المؤتمر الشامل الذي يدعو إليه الأستاذ رشيد سعيد يعقوب؟ المؤتمر الوطني لن يغير رأيه ولن يدعو إلى مؤتمر دولي.
وهو معروف كمان بالمكابرة والإصرار على الآراء. لا يقصد الأستاذ رشيد سعيد يعقوب لم يتحدث عن مؤتمر دولي، يتحدث عن مؤتمر يجمع كل السودانيين. يعني تعودنا أنه يكون في مؤتمرات خاصة بالجنوب ولم يتم تنفيذ الاتفاقيات الخاصة بها، مؤتمر أعقد أيضا في كنانة بخاصة بدارفور وهناك توصيات ولم يلتزم أحد أو يفكر في تنفيذ مقررات هذا المؤتمر إلى آخره. فإذا عقد مؤتمر في ظل نظام الإنقاذ هتكون هناك توصيات، ويعني ما هي الجهة التي تجبر النظام الإنقاذ لينفذ مقررات هذا المؤتمر؟ أنا لا أحسب أن المؤتمر الوطني أو نظام الإنقاذ يعني يتواضع ويعقد مؤتمر سوداني جامع لمشكلة السودان، ولكن نحمد لهذا النظام حتى الآن ذكر أنه سوف يشكل حكومة قومية، ولكن صباح هذا اليوم في صحف تراجع عن هذه الحكومة القومية بصورة غير مباشرة، أنه سوف يستبعد الأحزاب التي لم تشارك في الانتخابات، وفي هناك حزبان آخران غير المؤتمر الوطني شارك في الانتخابات، المؤتمر الشعبي والاتحاد الديمقراطي الأصل. مؤتمر الشعبي صرح أنه لا يريد أن يشارك في الحكومة، إذن فضل الاتحاد الديمقراطي الأصل. إذن الحكومة يعني ائتلاف بين حزبين وليست حكومة قومية، ده إذا كانت يعني، وإذا التزم المؤتمر الوطني ونظام الإنقاذ بتنفيذ فكرة الحكومة القومية التي يتحدث عنها. نعم ممكن يشارك الحركة الشعبية، ولكن الحركة الشعبية أيضا من الأحزاب التي قاطعت الانتخابات في الجزء الشمالي. نعم في أسباب هناك جارة الحركة الشعبية إنه تغاتل الانتخابات في الشمال، في تصوير طبعا، وذكر إنه المؤتمر الوطني بيمشي للقاعدة القواعد العسكرية بسجل الأساخر في الجيش وبعطيهم الإجازة يمشي في محلاتهم يمشي يسجلوا، يعني الجندي واحد يصوت مرتين. هناك في مخالفات، لذلك رفض الحركة الشعبية إنه تدي حق للاسم للبشير. برضو في دارفور، هناك دارفور منطقة حربية، في يال، في أطفال، في نساء يموتون في دارفور. كيف ترعون إن الحركة الشعبية تسحب في دارفور وتعمل الانتخابات؟ لا يمكن الحركة الشعبية تعمل، لأن الحركة الشعبية تحارب ليس من أجل الجنوبين فقط ولا الشمالين، إنما كل السودانيين. أنا أعتقد أن فكرة الحكومة القومية التي أطلقها بعض رجالات النظام يعني هي فكرة يعني بالونة اختبار، والغرض منها أن يتنصل المؤتمر الوطني من مسؤولياته، وخصوصا مسؤولية ما هو قادم مع حق تقرير المصير للجنوبيين وهو انفصال الجنوب. يريد أن يتحمل معه الآخرون مسؤولية في فترة الاستفتاء، وبالتالي تقاسم مسؤولية ما قد يحدث نتاج هذا الاستفتاء. لذلك أعتقد أن فكرة الحكومة القومية ليست هي الفكرة الصحيحة. الفكرة الصحيحة هي مؤتمر جامع، مؤتمر شامل لكل السودانيين، يكون لهذا المؤتمر الحق في أن يقرر مصير السودان ككل، ليس الجنوب وليس الشمال وليس الشرق وليس الغرب. ممكن أسأل الأخ رشيد، فضل. لماذا المؤتمر اليوم؟ هناك قبل ما بعد الاستقلال، حسم الاستقلال كان سنة 1956، لماذا لم تنظم مؤتمرات تنادي بحل مشاكل الجنوب وهكذا؟ أنا لا نادي بحل مشاكل الجنوب يا أخي، أنا نادي بحل مشاكل السودان. اليوم القضية ليست قضية الجنوب أو الشرق أو دارفور، القضية الآن قضية السودان. معلش، لماذا أخذت في عزل؟ لماذا لم ينزم لأن الحركة السودان كلها؟ قد يعني الأسباب الأسباب كثيرة، ليس هنا بمجال استعراض تاريخ، ولكن أعتقد أننا يجب أن نلتفت للمستقبل. الخطر الآن هو تفتت السودان وتفكك السودان، وأعتقد أننا يجب أن نعمل جميعا، نضع أيدينا بعضا مع بعض، وأن هناك ما زالت فرص لكي يظل الشمال والجنوب في داخل دولة واحدة، بشرط أن ينال الجنوبيون حقوقهم في هذه الدولة. الجنوبيون يطالبون بنيل حقوقهم، إذا حينما فشلوا في نيل حقوقهم طالبوا بالاستقلال وبحق تقرير البصير، إذا منحوا حقوقهم لا أعتقد أن هناك سيكون سبب للمطالبة بالاستقلال. لم نتحدث كثيرا عن الوضع في دارفور وعن متاعب الرئيس عمر البشير مع المحكمة الجنائية الدولية، ما تأثير كل هذا على المستقبل السوداني؟
ولا أعتقد هناك تأثيرات كثيرة زي ما ذكر الأخ رشيد، إنه طبعا مشاكل السودان يعني ظلت من ما ولدوني وولدوه تقريبا لقينا هذه المشاكل.